إن FTG سيليك فلو هي وحدة فلترة ثنائية المرحلة مزودة بوحدة الإعداد للترشيح لماكينات الإنشاء والتعدين الضخمة ووحدة FLB هي مطهر للهواء ذو مرحلتين يستخدم مع طارد للعادم وقد تم تصميم وحدة FLB خصيصا لماكينات الحصاد وغيرها من المعدات الزراعية والإنشائية ذات التشغيل الثقيل وقد تم تصنيعه للعمل في بيئات الأتربة الشديدة والألياف والنسيل وحوض المحرك فيما يلي خطوات الصيانة لهذه المطهرات للهواء الخطوة رقم واحد افحص مؤشر صيانة الفلتر ينصح باستخدام مؤشرات صيانة الفلتر المركبة على نظام تنظيف الفلتر لمراقبة مستوى تقييد تدفق الهواء في مطهر الهواء فضلا عن بيان موعد إجراء الخدمة خلال التشغيل العادي استبدال الفلتر فقط عند وصول مستوى تقييد التدفق الى الحد الاقصى الموصى به من قبل مصنع المحرك او الجهاز. إذا كان مستوى تقييد تدفق الهواء محل شك أو كان في مرحلة اختبار التقييد الأولي لتدفق الهواء، فعليك بإزالة مؤشر صيانة الفلتر وقياس تقييد تدفق الهواء في النظام باستخدام مقياس لتقييد تدفق الهواء من النوع المجهز بساعة أو مقياس لضغط المياه. للتعرف على المزيد حول مؤشرات تقييد تدفق الهواء من دونالدسون وأدوات القياس انظر الوحده 18000 الخطوه الثانيه فحص صمام التفريغ لا توجد حاويه لتجميع الغبار لذلك فانه لا يتطلب سوى قدر ضئيل من الصيانه من الضروري فقط فحص صمام التفريغ الخطوه الثالثه ازاله الفلتر القديم بلطف يؤدي الارتطام غير المقصود الى تحرك الاتربه وسقوطها داخل حاويه الفلتر. الخطوه الرابعه فحص فلتر الامان بالعين. قم باجراء فحص بالعين على فلتر الامان دون فكه. استبدل فلتر الامان بمعدل مره واحده لكل ثلاث مرات تغير فيها الفلتر الاساسي. تاكد ايضا من ان فلتر الامان يستقر في حاويته على النحو الملائم. إذا كانت هناك حاجة إلى استبدال فلتر الأمان فيجب استبداله مباشرة أو أحكم سداد أنبوب منفذ الهواء النقي استخدم قطعة قماش نظيفة لتجنب دخول أية ملوثات أو أتربة داخل المحرك الخطوة الخامسة تنظيف جزء الحاوية من الداخل بشكل مستمر تكون الأوساخ المتراكمة في حاوية مطهر الهواء مضرة بالمحرك يقول مصنع المحركات بأن بضعة جرامات فقط من الأتربة كفيلة بإحداث تلف بالغ بالمحرك استخدم قطعه قماش نظيفه مبلله وافحص لمسح الحاويه من الداخل قبل تركيب الفلتر الجديد الخطوه السادسه تنظيف اسطح عازل منع التسرب ان وجود عازل غير ملائم لمنع التسرب هو احد الاسباب الاكثر شيوعا لتلوث المحرك تاكد من الازاله التامه لجميع الاتربه والاوساخ الجافه في قاع واعلى حاويه مطهر الهواء الخطوة السابعة: الفحص للتأكد من عدم وجود أتربة وأوساخ متفاوتة الأشكال. يمنحك الفلتر القديم مؤشرات قيمة حول مدى تسرب الغبار أو وجود مشكلات في العازل المانع للتسريب. إن وجود نحت على الجانب النظيف من الفلتر هو علامة على أن الفلتر القديم لم يكن محكم الغلق أو على وجود تسريب للغبار. حدد سبب هذا التسريب وأصلحه قبل تركيب فلتر جديد. الخطوة الثامنة فحص الفلاتر الجديدة. قبل تركيب الفلاتر الجديدة قم بفحصها بالعين للكشف عن وجود تلفيات ناتجة عن الشحن فضلا عن التأكد من سلامة العازل. إذا كان هناك أي تلف في الفلتر فلا تقم بتركيبه. الخطوة التاسعة تأكد من استقرار عازل منع التسريب بشكل متساوي. استشعر العازل للتأكد من تركيبه بالتساوي لضمان تركيبها بشكل مثالي. إذا لم تحصل على عزل مثالي فسوف يتمكن الهواء غير النقي من المرور بجانب الفلتر، ربما تحتاج إلى إعادة الفحص لمعرفة ما إذا كان سطح مانع التسريب الموجود داخل الحاوية نظيفة. تأكد كذلك من أن الفلتر بالحجم الصحيح المناسب للحاوية. الخطوة العاشرة: التأكد من إحكام إغلاق جميع الوصلات والمواسير التي يتم تركيبها. تأكد من أن جميع المشابك والوصلات ذات الحواف محكمة الغلق وكذلك براغي تثبيت مطهر الهواء. اهتم بأي تسريب في الحال لتجنب دخول الأتربة إلى محركك بشكل مباشر. لكي نختتم وحدتنا التدريبية دعنا نلخص خطوات الخدمة المقدمة. افحص مؤشر صيانة الفلتر. افحص صمام التفريغ فاكتور فالف. قم بإزالة غطاء الخدمة إن وجد ثم قم بإزالة الفلتر الأساسي المستخدم. افحص فلتر الأمام بالعين المجردة. إذا كانت لا تُجرى الصيانة على فلتر الأمان، فلا تقم بإزالته لفحصه. في حالة إجراء الصيانة على فلتر الأمان، قم بإزالته وفحصه. قم بتنظيف الجزء الداخلي من حاوية الفلتر باستخدام قطعة من القماش الرطب. نظف أسطح مانع التسريب. افحص الفلتر الأساسي المستخدم. افحص الفلاتر الجديدة. قم بتركيب فلتر الأمان إن وُجد ثم قم بتركيب الفلتر الأساسي. افحص نظام الهواء باكمله للكشف عن اي مكونات متاكله او مرتخيه تم توفير هذه المعلومات عن الصيانه كدليل حول افضل الاجراءات المتبعه ومع ذلك فلا يقصد منها ان تحل محل تعليمات الخدمه المتوفره من قبل مصنع المحرك او المركبه الخاصه بك